الغالية النائبة البرلمانية وعضو الديوان السياسي والمناضلة الصحراوية المناضلة عن حق الجماهير عن الطلب الصحراويين المناضلة ابنة الشعب البارة قجمونة من تبي. مرحبا وسهلا واهلا بالرفيقة قجمونة من تبي بهذا اليوم الأغر إلى هذا النشاط الدعائي، هذا المهرجان الخطابي الذي ينظمه فرع حزب التقدم والاشتراكية الذي نتشرف بالوقوف إلى جانبه اليوم، والذي يقدم مرشحا ابنا بارا مناضلا كبيرا من أبناء هذه المنطقة. التغيير التغيير لا تعليم لا تنمية، لا الفضل والنمية، لا تعليم لا تنمية، لا الفضل والنمية، لا تعليم لا تنمية، لا الفضل والنمية. بصال شكرا شكرا جزيلا. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أشكركم جزيل الشكر على تواجدكم معنا وعلى تواجدنا في هذه الساحة، هذه اللحظة التاريخية. أشكر الشباب، أشكر النساء، أشكر الأطفال، أشكر الشيوخ، أشكر جميع الحضور، لأني عارفة عنه عادكم ياسر الوقت تحان، عارفة عنه اللي في ساحة عام عمومي وخالي قدر من القرب، ولكن بطبيعة الحال هذا يعبر عن الناس، عن الشعب، عن الشباب، عن النساء اللي تقول عندهم إرادة حقيقية ما يجد حد يكسرها ولا يجد حد يردها للوراء. وبالتالي أشكركم وأنا سعيدة جدا إني متواجدة معكم. أنا بالفعل باركت اليوم منين نقول لكم منين جاية، ما تصدقوا أنا صابحة، أنا مارقة البارح ب 12 في الليل من طنجة، وجيت ياك نعود حاضر معكم في هذا اللقاء التواصلي. علاش؟ لأنه بالنسبة لي مهم جدا. بالنسبة لي مهم جدا، وبالنسبة لي تحية لضالية للمرأة الصحراوية، تحية لضالية للمرأة الصحراوية، تحية لضالية للمرأة الصحراوية، تحية لضالية. بغيت غادي نقول لكم عنا عاقب فرز نتائج ديال اللائحة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، اللي أنا وكيلتها، جمعنا ووزعنا الأدوار جهة معينة. أنا فضلت إني نقيس منطقتي، منطقة الصحراء، وهي أنا على كل حال الجزء الأول من البرنامج عدلت فيه العيون والصبارة والطنطان، ولكن كذلك بالنسبة لي أسا نقطة مهمة وأساسية، ولا حضوري اليوم معكم أنا سعيدة جدا 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 إني متواجدة معكم. بغيت كذلك نقول لكم عن حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية. ربما البعض يقول هذا الآن نفس الأحزاب، نفس الكلام، نفس الخطابات، نفس الأشياء، ولكن ما تقول لكم مثلا بصدق، لا، ما لنا سيان، الأحزاب ما هي سيان، والمرشحين والمنتخبين ما هم سيان. علاش؟ لأنه خالد اللي حامل على عاتكم مسؤولية وقامها بجد ولا متلعب بها، وعارف عنه المسؤولية اللي متحملها تجاه الناس، وعنه لازم يقوم بعمل تجاه المواطنين، ما يطول تخزن عنهم ولا يعطوا يكذب عليهم ولا يعطوا في المواقف الحرجة يختار راسه عنه. بغيت أن نقول لكم عنه في حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، هو حزب فيه ناس متواضعين، ناس اللي مآمنين، عندهم قناعة سياسية، برنامج عمل، وعندهم قناعة سياسية عن مدد فاتخ الكامل إلى يومنا هذا، عن في ياسم المنكر وفي ياسم الحيف في حق المواطنين. كذلك بغيت نقول لكم عن مناضلين ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية، نخرصوا المستقبل، نخرصوا له بجرأة، ونخرصوا له لأن بغينا نغيروا بالواقع اللي احنا فيه. وفي هذا الإطار اخترنا شعار، نقالوا شعار الكرامة الآن. علاش الكرامة الآن؟ بإمكاننا كنا نخترو شعار آخر، يا غير ارتأينا أنه بلا كرامة ما خالش، ارتأينا أنه بالفعل خالد مس وخالد حقيقة احنا في حاجة للكرامة، بحاجة أن نعيش بكرامة، بحاجة أن المواطن والمواطنة تعود عايشة رافعة راسها في دولة حق القانون، في دولة المؤسسات، واللي عاطيها القانون والدستور يتستحق تجرد بلا حزارة، بلا تمرميد، بلا مطولات، بلا أشياء اللي تعرفوها كاملين وعايشينها كاملين. منهم ما يعرف الوضع اللي عايشة آسة مدينة آسة
ونواحيها. من هو ما هو عارف المأساة اللي عايشة الأسر الصحراوية هون وفي الأقاليم الجنوبية. إحنا في حزبنا نقول لكم كل صدق، اخترنا أن في هذه المحطة التاريخية انتخابات عقب الدستور اللي فيه مضامين مهمة، اللي فيه ربما إلى عرفنا كيفاش نطبقوه ولا تم تطبيقه على أرض الواقع لهي نفرضه بالكثير من الإنجازات. اخترنا في حزبنا أن نقدم مرشحين جدد شباب، ناس نقية، ناس نظيفة، ناس اللي بالفعل عندها علاقة بالمواطن ومتواضعة واللي يمكن المواطن يوصل لها بكل سهولة. رشحنا شباب وبطبيعة الحال اخترنا بالنسبة للأستاذ المحترم المهندس اللي هو ولد هذه التراب، ولد هذه المنطقة الشريفة اللي هو أحمد المتوكل، اخترناه أنه باش يعود مرشح مدينة آسا. ليش؟ لأنه يعني عارفين عنه له يعود قريب من المواطن، قريب من المواطنة، عارفين عنه له يلتزم بأشياء اللي يلتزم بها، لا يطبقها ولا يقوم بها على أحسن وجه. كذلك بغينا على مستوى الأقاليم الأخرى اخترنا كذلك الشباب، لأن بغينا نكون فريق نيابي. مشكلة نحن في الولاية الفايتة كانت الناس اللي وانتم هذا عارفين وكاملين من يوقع شيء، خاصة في الأقاليم الصحراوية المشاكل اللي عشناها، لأن مشكلة طلبة اللي وقع المرة الماضية اللي مع الأسف مشى ضحيته، البعض منهم اللي مازالوا الآن في الاعتقالات، واللي احنا نطالبوا بإطلاق سراحهم فورا. عهدا عهدا لما خاب أهالينا في السجن، عهدا لما خاب أهالينا في السجن. واللي نقترب هذه الفرصة لنعلن أنه حزب التقدم الاشتراكية ومرشحين متضامنين مع هذا الشباب ونطالبوا بإطلاق سراحهم في أسرع وقت، لأنه يعني حقيقة ضحية، لأنهم ضيعت يعني مسارهم المستقبل ودراستهم إلى آخره، وهذا حقيقة من الأشياء اللي إحنا نحاربها. كيف قلت؟ بغينا نكون فريق نيابي قوي داخل البرلمان، باش يمكننا بالفعل تعود مجموعة، لأنه أي وحدة ما تصفق. بغينا مجموعة اللي يعود فيها الشباب كيف أحمد متوكل وكيف إخوان ثاني اللي عندنا في الأقاليم الأخرى، ياك يمكننا إحنا نتمكن ونتحكم داخل قبه البرلمان، باش حقيقه عن حقوق المواطن يمكن نجسدوا هذا الشعار اللي هو الكرامه. الكرامه اللي الى ما عاد خالي حقيقه انصاف الساكنه ما خاد كرامه، الى عاد حقيقه المواطن الشاب اللي يتخرج ولا باقي يخدم ما يجبر منين يخدم ويجبر وتخلق تدخلات وتهمش وهمش الشباب، تهمش الناس اللي عندها إمكانية على تخدم ومحقه على تخدم، ما خذ كرامة. إلى عاد حقيقة المواطن من يلجأ المستشفى يجبر على ما فيه والو، ما فيه لا تجهيزات ولا فيها أطباء ولا فيها أي شيء من هذا القبيل، ما خذ كرامة. ولا شفناك إلى حد في النزاع دماء الماتي. تكلموا عن دولة حق القانون وعن دولة المؤسسات وعن الكرامة، وهي أسرة كيف نعرفوا كاملين ما عندها دخل، ما عندها شيء يسوى شنو تقدر تصرف به على عائلتها وعلى اولادها. الفقر اللي عايشه الاقل من الجنوبية، الفقر اللي عايشه مدينه اسا اسر اسا، احنا في حزبنا قاضين على الارتباط ورافضين وعندنا الحلول ملموسه. كيف يمكن ان نتكلموا على الكرامه واحنا عارفين عنه اي مواطن متعرض للقمع والاساليب البوليس اللي ما هي معقوله ولا عنده الحق باش يدافع عن راسه؟ احنا في حزبنا حزب التقدم والاشتراكية عندنا التزامات عملية، التزامات حقيقية، التزامات واقعية، وعبرنا عنها. من شفنا مولي عن المواطن اللي يتعرض للتكارفيس ولا يتعرض للهانة ولا يتعرض النساء للضرب والشباب، قلنا كلمتنا في الوقت اللي يقدر نقولوا فيه ولا انا متأخرين بها، هذا اعتبرها انه واجب. كلامات الهاب تجميع رحمات البرهان، كلامات تجميع رحمات البرهان. لا يقول لكم حد عنه في البرلمان ما يقدر حد يقول الحقيقة، ولو في البرلمان السابق بدا ما يحق يقدر يقول هذا وقد يخبط الطابلة وقد يقول بداي يغرح. واش هون حقيقة خالقة إرادة حقيقية باش حد يواجه الحقيقة ويقولها؟ هذا هو السؤال. لا يقول لكم حد عنه المخزن، عن حد خايف بدا ما خايف حد ما يتقدمش يعود لا قده وقديده ولا ما يتقدم له حد، ما لا يدافع عن الناس ما يتقدم. إرادة الإرادة كلام الشهادة إرادة. حد ما هو يوقف للحكومة ووزير داخلية على خطأ قالوا عنه خطيت ما يتقدم، وما هو مؤهل باش يعود داخل قبة البرلمان،
لأن البرلمان مؤسسة اللي تحترم في الدول الديمقراطية وهي رمز، هي رمز الديمقراطية. وبالتالي أي إنسان دخل البرلمان يطير عارف مسؤوليته، عاد ما هو قادر عليها لا يتقدم منها، لا يتقدم منها، لا يعود يصير مواطنين يتامى ما عندهم حد يدافع عنهم. ونظن عنه احنا في الصحراء، في الأقاليم الصحراوية كامل نشملها بصفة عامة، بصفة منفردة عن المغرب الثاني. عشنا واقع وعشنا مدة 36 عام، وياتنا نتجاوزوا ذي المرحلة. بركة من الذل، وبركة من الخوف، وبركة من الأسلوب القديم اللي احنا ماتينا قابلين. احنا لا كيفنا كيف الناس كاملة، كيفنا كيف المغاربة كاملين. إلى عاد خالق قانون يطبق علينا يغلب بطبيعة الحال، خاصنا حتى حنا نعودوا مسؤولين، مسؤولين أمام التاريخ، مسؤولين أمام أنفسنا، نعودوا مولين هامنا اللي لا ينصوتوا لحد، لا نعرفوا عنه حد، لا يدافع عنه ولا يوقف ولا يمد رقبته ولا يقول الكلام ولا يتعرض للهجومات ولا يتعرض لياسر يا غير. هذا هو ثمن ضريبة حد يتقدم الانتخابات، هذا هو ثمن. وبالتالي مسؤوليتنا احنا ولي كمواطنين عندنا جزء من مسؤولين بأن توفى الانتخابات ونباعوا ونبيعوا أصواتنا ونقولوا والله لي طلع تلا مجموعة ما تتكلم عنا ولا تسول عنا ولا تفتح لنا الأبواب ولا قديمها فينا وتطفي تليفوناتها عنا. طبعا لا يتعدلها، لأنه كيف قال الرفاق حد جاء وصاومة ببوقيتين هانا وضحك في كرامته وضحك في مستقبله. مقابله شنو هو؟ مقابله عنده هو عنه لا يكفر تليفوناته ولا يكفر داره ولا يتكذب عنه. وبالتالي نظن عنه احنا ناس اذكياء، الصحراويين والشعب المغربي ناس اذكياء.